طيب عايز اقول لكم حاجه، احنا النهارده اهو بقى لنا 5 ايام، 5 ايام من ساعه ما باب الترشيح اتفتح في اتحاد الكوره، من 5 ايام فتحوا باب الترشيح في اتحاد الكوره لم يتقدم احد حتى الان. و ال هيبقى في غلق لباب الترشيح يوم الاثنين اللي جاي، بعد بكره هيقفلوا باب الترشيح. انا متوقع ان بكره هيتم الناس هتتقدم بقى، في انتوا عارفين ان نظام الانتخابات بقوائم مغلقه، لازم تبقى قايمه، مفيش حد هيخش مستقل، يعني هتحط القايمه الرئيس والـ9 اعضاء وهيبقى معاهم حتى 3 احتياطيين في القايمه. فخلاص مفيش غير بكره وبعده الناس المفروض تقدم اوراق ترشحها، وفي لغايه دلوقتي قايمتين في الصوره، يعني كل الكلام بيدور في قائمتين هما اللي هيخشوا الانتخابات، قائمه الاستاذ جمال علام ومعاه فيها الاستاذ خالد الدرندلي وكابتن حازم امام وكابتن محمد بركات والاستاذ محمد ابو الوفا والاستاذ ايهاب الكومي الاعلامي، وسامعين كده برضو الاستاذ عامر، كابتن عامر حسين ممكن يكون موجود في القائمه، دينا الرفاعي اللي كانت موجوده قبل كده كمجلس اداره، لسه دي اسماء بتتقال. وفي قائمه ثانيه بتضم الاستاذ سامح فهمي، المهندس سامح فهمي وزير البترول الاسبق، ان هو يكون موجود على راس قائمه، ومعاه الاستاذ محمد الطويله رئيس نادي النجوم، الاستاذ ماجد النجاتي اللي هو كان رئيس نادي ام بي السابق او الاسبق، كابتن جمال غندور طبعا الحكم الدولي السابق، الكابتن اسامه خليل نجم النادي الاسماعيلي السابق، الاستاذ عاصم المرشدي او عاصم مرشد، والزميله الاعلاميه هبه ماهر. في كلام يعني دي اسماء، وكمان اللواء مجدي اللوزي كان رئيس جهاز الرياضه العسكري قبل كده. فدي تكهنات واسماء، لكن الرسمي لسه ما حدش قدم ورقه، او لسه ما فيش قايمه قدمت ورقها للترشح، يعني كلها 24 ساعه وهيبان كل حاجه بكره يعني او يوم الاثنين الصبح على اكثر تقدير، هنعرف الاسماء والمرشحين اللي هتتقدم، اكيد مش يعني لغايه دلوقتي ما حدش تقدم، بس اكيد ناس هتتقدم قبل غلق باب الترشيح باذن الله.